حتى بقاو لنا زوج دقائق راشد المطالب. يا يونس ابتسام، واش رايك في قرار الكاف نزعت العقوبه على ركراكي؟ والله ما اناش فاهم الكاف. اناش فاهمين الكاف. الكاف هذا ما جبناش نفهموه. راشد المطالب، انا لا اثق في الكاف. اخوان شوفوا ردات فعل الاعلام الهوكي فاش رفعوا العقوبه على الرسي الركراكي. ما تخلمش هاد البلار راسهم على الاخوان. سمع شنو قال، ديما الحضيه صباح سبحان الله. كاف ولا ثقوا في الفار، لانها مهما كانت كرة القدم العالمية تتطور، كرة القدم الافريقية تتراجع الى الوراء، وخير دليل ان القرارات تؤخذ كما يريدون وعلى حسب مقاسهم. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. الصوت ما كاينش، الصوت نيبالا. تحيه للناس اللي كيديروا لايك قبل ما كيبداو الفيديو. مرحبا بكم، ديك الدخله جديده، ما تنساش تابونا معنا في لاشين. خاوتي نبيه في البنان صايب بورتا الخدمه لهنا من الثاني. خاوتي ما خرجتش عليا راسي، راني نبيه في البنان من الثاني 5000 بورتا لهنا. خاوتي مرحبا بكم كاع خاوتي. هو مزيان الواحد هو اللي يدبر على راسه في شي مشروع، دبر على راسه واحد في شي مشروع. الجيري قالت لك ما خرجتش عليه، ناض دار مشروع مزيان، بعدا خدم عقله ودار مشروع ديال البنان. بنان باقي خضر، خاصك تجوز هبطو لوك، راك تبيعو غالي، راه تما البنان غالي. قال لك بنانه كدير واقيلا شي 20 درهم مغربيه ولا ما. السلام عليكم، تكملة للفيديو اللي درته من قبل حبيت نهضر على عادل عمروش المدرب تاع منتخب تنزانيا. عادل عمروش ها واش ربحت؟ ما ربحت والو. اليوم حرجوك في الندوه الصحفيه، ردوك صفر احمر كاع لي كولور تخلطوا فيه وتشكو لي محرج. زيد الاتحاد التنزاني اللي راه مخدمك اصدر بيان قال لك حنايا التصريحات نتاعو بارئون منها. يعني هذه يعني عبوك يعني تكمل كوب افريقيا هذه معاهم وفسخوا العقد معاك وما تزيدش تدر مع عندهم مدى الحياه، وما نشكش باللي كاين منتخب افريقي يزيد يعيط. علاش جبتها لعمرك هضره زايده؟ روح خدم في الميدان. علاش لي حبيبي نروحوا ولا ما باش يهضر على رجع؟ حبيتوا تردوه لنا طرزو، حبيتوا تردوه لنا مشغول، ما كان والو نقدر، ما عنده لا نفود لا والو. السيد خدام يخدم بلادو، النتائج تاع المنتخب بلادو وصل الدومي فينال كوب دافريك سي محمد، دومي فينال كوب دي موند سي محمد بيان سور يقيموا في افريقيا. وبصح باش تقول لي عنده نفود يغير نتيجه تاع مباراه ولا يغير توقيت تاع مباراه، ما شكيك هادي خاطر كان جات عنده نفوذ يغير نتيجه تاع مباراه. كانت الاهلي ما تجيش لكازابلانكا تدي لا كوب دافريك وتروح، تديها للوداد وتروح. فهمت السي عمروش؟ ما تحبوش ما تخليوناش نحسوا غلي حبيبي نروحوا زعما يحبي دراكي النظام الجزائري باش يعطي له كاش منصب، ولا يقطع في المغرب باش يعطي له منصب. يحبي بين نروحوا للنظام بلي انا راني هنايا نسب المغرب عادي. خلونا ما راني معاكم زعما دراري صغار يا. وانتوما قايات النهار كيف راكم من الكاف والقجاع، الكاف والقجاع والفساد. انتوما هذيك القناه بيت الماء هذيك اللي راكم قاعدين فيها، المدير نتاعه تدرا في الحبس كي تضل على القجاع وتقول لي فتس. انتوما المدير تاع القناه نتاعكم راه في الحبس، جا يخلي الناس ين المدير نتاعكم في الحبس فاس، راه مضروب ب 20 سنه حبس، جاي تهضر لي على القجاع اللي بعيد عليك. خدموا كان عندنا راجل خدام حتى نحسوا الحجر وراوه، ودوك قاعدين تباكاو علينا كي العبس. البلان ديال القجاع مع القجاع مع القجاع ديما القجاع صفر شات ديموندات هاد الهضره هادي. شوفوا الجديد دابا الجديد، اما هاد الهضره ديال القجاع مع القجاع راه صافي ما بقاتش واكله. ناري على الصوت عندي قايس الماء. قولوا لي اول حاجه غادي نشكر ولد الركراكي حنقول لعيب احسن استقبال كان معاه. شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه المنتخب المغربي كامل يدير لا كوداسي ان شاء الله. شنو خصنا نديرو؟ الاولويه هي النيه، صافي نديرو. ردات الوالدين نديرو النيه ونلعب صافي. ها هي معانا صافي، ها بصح تخرج لعيبه ان شاء الله. صافي 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 هضرنا يلا ويلا سير. الله شت تبارك الله، شو على الانرجي كي دايره هذه في الكوت ديفوار دابا. تحياتي السير الكراكي، تحياتي ليه. لا انا ما نديش لاكوب دافريك، انا ما كان حتى بلاد خير مني، ما كان حتى بلاد في افريقيا خير مني. راني افريقيه، جو سوي افريكان فيير دو لاتر، اي جو سوي الجيريان. موا بيرسونيلمون سي ان كونتينون، موا الجيري غير كو مون بيي لا، فوي مون بيي لا، لا سو بيي لا سي ان كونتينون لوي سول. الجزائر قاره وحدها، هي برك قاره. علاش انا ما نديرش؟ بوكو علاش انا ما نديرش؟ تجي نتايا موسق كيما انت ويجي واحد يتحلف فيا.
وإلا كانت قاره من بعد قاره غير هكذاك وصافي. ودابا صافي راه غلباتكم موريتانيا وصافي. ودابا صافي اللي عطى الله عطاه. واش بغيتوا الماتش يتعاود؟ دابا نعاودوا الماتش سيدي ماشي مشكل. نعاودوا الماتش نعاودوا موريتانيا يربحوا الجزائر. وانا ما بغاوش حتى الجزائر دابا راه تيندو في الضربه موريتانيا. كيفاش المنتخب ديال تيندو يجبعوا شي خمسه تيندو يجبعوا هذوك سبعاني جلال يضربوهم شي سبعه. قالك باغي نجيبوا زيدان يتريني بهم. زيدان او والله زير راه بغا يولي سميتو حديد داني زيدان. الله يلاه يجيبو حديد داني والله يولي سميتو حديد دان زيدان صافي. داكشي كان يضربو في شحال هادي يولي يضرب ليه في الزيرو. موريتانيا يربحوا الجزائر. وانا ما بغاوش حتى الجزائر دابا راه تيندو في الضربه موريتانيا. كيفاش المنتخب ديال تيندو يجبعوا شي خمسه تيندو يجبعوا هذوك سبعاني جلال يضربوهم شي سبعه. قالك باغي نجيبو زيدان يتريني بهم. زيدان او والله زير راه بغا يولي سميتو حديد دان زيدان. الله يلاه يجيبو حديد دان والله يولي سميتو حديد دان زيدان صافي. داكشي كان يضربو في شحال هادي يولي يضرب لي مع راه هي كتقرب للطريق ديال الهكاوين كي المسار المهني ديالك ولا الفني كيتضرب في الزيرو. هذا ميساج برك لجماعة الطابلة والبيروات اللي يقعدوا ويحللوا ويعرفوا كل شو ويعرفوا الفار ومنا نبلعوه. يقول لك الأجواء الحرارة الفار الاربيت رام كونتر نايمو أمرا الأمورات هذوك كل باش نفرزوها برك باللي اللي يلعب على الإعلام راه ما يسمعش بهذو كل اللي قاعدين تهضروا عليهم انتوما في البيروات نتاعكم ومع الصحافة والميكرو والأمورات هذه كل اللي يلعب على الإعلام لازم يكون ولد البلاد بعد لازم يكون ولد البلاد وكابابل باش يلعب وباش يمد. لعبنا مع إيكيب لعبت على الإعلام على خاطر هما كانوا يلعبوا على الدودو راي ديفيرونس. أنا ما يقدر حتى واحد يقول لي لا لا والاربيتر وبنجاح وطاح وباللايلي لعبهم لكم بكل بكل زيرو بكل زيرو كامل كامل ماجر كامل بالطالوني وكامل كي ولدي تا محرز ولا ليبيرو في الدقائق الاخرى محرز ولا يلعب ليبيرو في الدقائق الاخرى. قويين اخاوتي موريتانيا قاوية. التحليل الوحيد اللي تنجموا تهضروه تقولوا باللي موريتانيا قاوية علينا اخر بعد ولو كانت كاليفينا احنا دينا بلاصة نتاع واحد جاي يلعب الفوت على جلت بلاده بعد. صح صح فكونا من الارضية والشمس ودرجة الحرارة والميديتي والاربيتر والدقيقة الاخرى. هم اصلا لعبوا في الليل لبسوا في الليل دونك راه ما عندكم حتى شي عذر. خرا ولو كان ما قاسهاش ولو كان عداتو لو كان جا فريق تاع الصح وجاي يربح ماتش وكمل 5-0 الماتش راه وكمل 5-0 هادو هم داروا القلب ربحونا. لو كان جاو يعرفوا يلعبوا صح صح من بكري كيما حنا من بكري خلاص احنا 1900 وروح وحنا نهضروا على البانو ونعرفوا البانو ومراض بالبانو. احنا شعب نجم تسكتوا بماتش نورمال. ما كانش اخوتي ما كانش والو هذاك اللي قال عليه لو كان يلعبوا مع الوالو نسيبورتي الوالو هذا هو الوالو بعد. اذا ما تكاكيتوش راهو هذا هو الوالو. حنايا والو غير فكم من العاطفه خاوتي غير فكم من لي سونتيمون لو كان دخل هذاك ورانا هكا بعد. حتى المكتوب بعد ما هي مكتوب ما حتى حاجه. ان شاء الله راكم ربحتوا عند ربي ان شاء الله راكم ربحتوا ب6-0 ان شاء الله. السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. قال لك سيدي
راه الكاف دارت حكام مغاربه في الماتش نتاع الجزائر ونيجيريا باش يطيحوا الكاميرون حيت الكاميرون مع الجزائر وباغي يخرجوا كل ما هو جزائري. نسمعوا لهذا الفيديو هذا ونتفرقعوا شويه بالضحك ونوليو نعلقوا عليه. تحدث مع الناخب الوطني وعطى له وتفاهموا كلش، هو دار له تويت من بعد قلبت الامور. حتى بقاو لنا زوج دقائق راشد المطالب، يا يوسف تيسان واش رايك في قرار الكاف نزعت العقوبه على ركراكي؟ والله ما اناش فاهم الكاف. اش فاهمين الكاف؟ الكاف هذا ما جبناش نفهموه. راشد المطالب انا لا اثق في الكاف. اخوان شوفوا ردات فعل الاعلام الهوكي فاش رفعوا العقوبه على الرسي الركراكي. ما تخلمش هاد البلان راسهم على الاخوان. سمع شنو قال، ديما الحظيه صباح سبحان الله. كاف ولا ثقوا في الفار لانها مهما كانت كرة القدم العالمية تتطور، كرة القدم الافريقية تتراجع الى الوراء، وخير دليل ان القرارات تؤخذ كما يريدون وعلى حسب مقاسهم، واللاعب المدرب يسسبوندي كما يحبوا، واللاعب يسسبوندي كما يحبوا، ينحوا القرارات. كيف انت يا عمروش داد سسبونداوا ومن بعد دار طعن، انت يا ركراكي جا من راه سسبوندي ومن بعد نحيتو خليته. لا خفضوا العقوبة مقابلة كنستنفدها صحيح. بصح اسمع تخفيض ولا كيف انا كنت يجي من رأيي روحي. يلا كما قال رشيد تفهم لماذا تم معاقبة عادل عمر في المقابلة مقابلات وخلوا القرار ذاك الساري مفعول، وكذلك والله يسمح لي، وكذلك لما لم يفعل الفار مع المنتخب الوطني. عمروش راه داكشي اللي العقوبة اللي داروا له راف دار علاش فهمتي؟ الركراكي كان ظلم وعدوان. الركراكي راه ما داك القرار اللي خرج فيه راه حق قرار مجحف فهمتي؟ عفوا يا اخوان، يعني فاش داروا الاستئناف وداكشي لقاو بان الحكم ماشي في الحق، ما صافي ترفعت العقوبه. عمروش راه دار علاش بوا فينا، واش دايرين منبر اعلامي على قدو كتهضروا على الركراكي؟ وارشوه الركراكي ان شاء الله في الماتش الجاي راه غيكون حاضر، الماتش اللي موراه ان شاء الله. شوف ما نقولوش باللي راه غنديو الكاس، ولكن المهم نتوما خرجتوا له صافي. يلا احنا هنا في البلاطو ما نتفرجوا في المنتخب النيجيري لانه بعدين نتفرج. كيف اليوم انه مقابله نيجيريا وكاميرون مقابله كبيره، ونزيد نفكرك الاخوان لانه في الانتخابات المنتخب الكاميروني المنتخب المالي دائما يمشي مع الجزائر. كيف اليوم يعينوا اربع حكام في مقابله كما ديما مغاربه؟ كيف اربع مغاربه؟ ها الحكم الرئيسي والحكم الاول والحكم الرابع والحكم الفيديو المساعد تسمهم لك بالاسم، وكل مغاربه في مقابله واحده مقابله النيجيريا والكاميرون، لانه الكاميرون كان دائما في مع الجزائر ومالي كانت مع الجزائر، وكل شيء هو مع الجزائر يريدون اخراجه من هذه البطوله، رغم اننا منتخب النيجيري منتخب سي العقليه زعما راه كل شيء متامر علينا، كل شيء حاضرين، اي واحد معنا بغاو يخرجوه، هاد الناس ضدنا، هاد الناس دارو لنا، هاد الناس فعلوا لنا، القزع الكولاسة الحوساسة. عيقت والله الا عيقت حق الله. وي ونحترمو، لكن كل شيء مرتبط بالجزائر يريدون اخراجهم. يلا طبعا واشي مكشوف معنا مكشوف كل شيء شيخ، كلش كانوا ربما كانوا مخبيين، ولكن اليوم حنا ولينا نعرفوا كيفاش نستوعبوا. يلا وصلنا لنهاية البرنامج يونس فيسن، شكرا كثير على ما قدمته اليوم. يا صديق البرنامج يلا محمد يلا شكرا وهاب محمد. المغاربة صراحة راكو كتخلعوني، واش لهاد الدرجة القوة ديالكم؟ وإلا هكا راكو أقوياء، سيروا قدوا لنا المشاكل ديال العالم ونضيونا وهنيونا من الصداع. متبقاوش ديروا هكا للجزائريين وديروا لهم الحكام باش يقصيو الكاميرون اللي مع الجزائر، وانت غادي يقصيو عاوتاني شي عجب خور حيت مع الجزائر، راه لا يعقل هادشي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة لنجوم المنتخب الوطني، كنتمنى الإخوة يعني من المغاربة يبارطاجيوها، لأن هذه الرسالة مهمة خاصها توصل للنجوم ديال هذا المنتخب، خصوصا عندنا جوج اللاعبين اللي خصها توصلهم بشكل كبير. أوناهي بوفال، هاد اللاعبين هادو اللي كيزيدوا في كرة بزاف، اللي حنا ما نتدخلوش تكتيك ديال المدرب، ما نتدخلوش في الخيارات ديال المدرب لان كنحترموها وتيقين فيها، ولكن من الاسباب اللي تقدر تقصينا هي الانانيه والمراوغات الكثيره اللي ما عندها حتى فائده. انا كنعرف يعني
معرفتي بكرة القدم اللي لعبت تقريبا الحمد لله لعبتها واحد 20 سنة وانا كنلعبها، لعبت في فريق المغرب الفاسي، لعبت في فرق هنا في اسبانيا، كنعرف انه اللاعب المفتاح هو اللي كيكون مهاري، نعم مهاري، ولكن ما كيكونش اناني. الانانية قدرت تخرج على المنتخب في هاد الدورة هذه، فلهذا كنوصل هذه الرسالة لهاد الجوج انهم يلعبوا كرة دريبليتي، حاول تقلب تعطي الباس، حاول تقلب تعطي الاسيست، هذا هو المطلوب منك، ما مطلوبش منك في هذا الوقت الانانيه. بارطاجيو الرساله. نيشان نيشان كصراحه كلام حق. انا حيت بارك الله لعاب اللي كنفتخروا به وكنعتزوا به واسطوره صراحه عندك السيد هذاك. ها هو حاولوا يدوزوا الباسات، راكم شفتوا في الماتش اللي داز شحال فرصه ضيعوا، يعني خاص لي باس لي باس، ما تكونش داك الانانيه زعما غير انا اللي خاصني الماركي ولا لا، خاص يكون لي باس من اللعابه، حيت الفريق راه فريق كل واحد فيهم راه عنده واحد الدور. يعني حطينا اوناحي بوحديته قلنا له سير ماركي، راه ما يقدرش ماركي، راه واحد كيكمل واحد. السلام عليكم. مرحبا. المنتخب المغربي يا سبحان الله فرح الشعب المغربي وفي نفس الوقت فرح الشعب البلاد المنظم. الشعب الكوديفواري كان ينتظر من المنتخب المغربي خلق نتيجة لكي يعني يطلع المنتخب الكوديفواري. شفت المواقع التواصل الاجتماعي، يعني فرحة لا توصف، الكل يشكر، الكل يعني كان فرحان بالفوز تاع المنتخب المغربي. يا سبحان الله، يعني شوف دائما سبحان الله أن المنتخب هذا دائما يدخل الفرحة والفرجة في قلوب الناس. في المباراة هذه الأخيرة تاع المنتخب المغربي يعني فرح الشعب المغربي وفي نفس الوقت فرح الشعب الكوديفواري. يعني شفت الشوارع كيف يعني يتفاعلوا مع الفوز في المباراة هذه. يا سبحان الله سبحان الله، هناك الأشخاص يعترفوا، يعني هناك الأشخاص يعترفوا بالحب، أصحاب النية، أصحاب يعني القلب الطيب. يا صبح والمغرب ما شاء الله عليهم، هم أربعة فأربعة دارهم في التشكيلة المثالية. وناحي أحسن هدف رتهم دارتوا لكاف، ما عاد حتى حلموا. المغرب عنده مقابلة نهار الثلاثة إن شاء الله، جنوب أفريقيا راهم غيديروا في التصريحات وغادي يخسروا مع المغرب. المغرب راه شوف راه بعيد، راه يخدم اليوم، عنده تربص مفتوح ان شاء الله مع وسائل الاعلام، وراه خدام على راسو غادي في طريقه. جنوب افريقيا راني شفتهم، هو المدرب ديالهم هوغو بروس ولا ما نعرف، واللعابه راهم غير مساكين يصرحوا، خليهم يصرحوا. والسان داونز تربح المنتخب المغربي، انتم راه سان داونز تربحوا. هنا مشاكل ولات ما بين الصحافه، ما بين قنوات زيغو والاتحاديه مباشره، دخلنا للمسقي. بالماضي راه قاعد في الجزائر بصح ما بغاش يسني، ولا ما سنياش ما تقدرش تعاقد مع لاعب مع مدرب، ولا سنيا غتعطي رئيس الاتحاديه دار معاه 3 شهور قال له لا تعطيني كامله تاع 2026، وإلا مشارك للنزاعات قلت لكم يقدر يدي 6 شهور حتى الفوق، هذه هي يدي فلوسه كامله مكموله. هما الاخبار اللي راهم كاينين اللي راهم يروجوا اليوم في السوشيال ميديا. علاش غدوة ان شاء الله تبدا الدوزيام تور ديال لاكوب دافريك، يبدا صح، يبدا الاليميناسيون، غادي يكونوا ان شاء الله في القوه، لانه اليوم درنا لكم غير فيديو بصح غدوة ان شاء الله غادي نبداو عاود نبداو نديرو جوج فيديوهات ان شاء الله باذن الله. مصر مشاو ذبحوا عجل، قالك على التعادلات راه ذبحوا عجل تاع مصر في كوتيفوار باش يمشي منهم النحس. مصر غتروحوا بكري. بيني وبينكم شوف انا التوقع ديالي الى كوتيفوار ربحت السنغال استناو الكوتيفوار والمغرب في لافين، والى السنغال ربحت استناو السنغال والمغرب في لافين، والمغرب يدي الكاس. او هضروا قعدوا تبلبلوا اصحاب كولاسه ومؤامره، الناس راه تلعب كوره ماشي كولاسه ومؤامره، الناس جايين باش يديو لقب، جايبين معاهم معدات، جايبين معاهم طاقم طبي في العالم المستوى العالي، جايبين معاهم طاقم اداري تاع صحافه في المستوى العالي، ازيد 140 صحفي، كل شيء خدام معاهم.
شفنا الحفله اللي دارتها لهم هذيك مولات لوطيل مين جاوا داخلين يعنقوا فيها وفرحانين بها وهي فرحانه بهم دايرهم حاسبهم بحال ولادها. هذا الحب كيفاش داير؟ شفنا الجماهير المغربيه خلق السعاده، شفنا هذاك صابر تستقبلوه، الناس تختم على ولي الناس عندها خد. شوف خذوني بواحد الفئه، شوف كيفين ما كاين، احنا عندنا شويه على الفئه مسخه وعندنا واحد الفئه وهي غاديه، ولكن لو كان جينا احنا كاع نهضروا المعقول وخطينا بالفتنه ونمشيو في طريق صحيحه ونحاربوهم يتحاربوا بحال هاد الفئات هادو، ما يقويوش علينا، تخليوهمش يطلعوا. ها هو درك جايه لاكوب دافريك ديال 2025، واش نمشيو للمغرب نديروا المشاكل؟ ما نقدروش. علاش؟ نفس اللغه. زيد هما راه يعني ما نخليوش المشكل يطلع تمشيو للمغرب ونديروا شي فضيحه معاه. انا ما راه صعيبه، ما بهدلوش راسنا، خصنا نكونوا واقعيين. هذيك بلاد جار نعاونوهم نوقفوا معاهم في الشده، حنا اللي نورغانيزيو معاهم، حنا نورغانيزيو معاهم، حقنا نوقفوا معاهم نسهلوا لهم الماموريه. شو نديروا صداع حتى مع شي واحد، هكذا تمشي الامور وربي يعاوننا. ولكن باش نبقاو حنايا في الصراعات الخاويه ودركوا دركوا غادي نمشيو للمغرب ونبقاو غير نصرحوا غنمشيو للمغرب ونجيبوا لها، ما تقدرش تجيبها، فاش جيبها؟ واش ندير بحال المنتخب المغربي يلعب لك تما 70,000 80,000 متفرج تجيبها انت ودي تخرجها في الملكات؟ صاكم بركوا بعقلكم ولا؟ وانتم ما نطلعوش ثالث دوزيام تور تروازيام تور، الا فدنا الدوزيام تور انا ملاك. اخوان سنكون استخر ديال الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بيس الله تهلاو.